كيف يبدع دكتور مثنى؟ هل إبداعك المعماري هو يشبه إبداع الشعر بطقوس خاصة وبأجواء خاصة؟ يعني هو شوفي، أي عمل به قضايا فنية تقريبا بالإنتاج ماله متشابه. الفنان المطلق بالموسيقى أو بالرسم شوية القيود مالته أقل من عندنا. احنا عندنا هواية قيود أخرى اللي هي الإنجينيرينج بارت فعلا، والكوردينيشن بين الإنتاج المعماري والإنجينيرينج عملية مو سهلة بس حلوة. نعم. يعني احنا بنتمتع بها. جميل. يعني انت هو كل شيء بحياتنا هو تصميم. صح. يعني حتى اللبس ويأكل شخصيتنا. لبسنا، أكلنا، شربنا، تصرف، كله هو كله تصميم. فعلا. وهذا تصميم إذا كان به مرة ثانية تفكير هو يطلع كأنه جزء من حياتك، يعني يصير التصميم والحياة كلها واحدة. طب دكتور، هل أنت لازم تلتزم بطراز معماري واحد أم تحب أنك تتجدد دائما بي؟ أنا أصلا ما عندي طراز. ما عندك شيء محدد. أنا طرازي الفكر. أي. الفكر والإبداع. شوفي، أي مشروع تشتغلين به هو يقول لي سويني بهالشكل. يعني قلت واحد مهندسين معماريين يسأل الطابوق، يقول له what do you want to be؟ تقول له أنا I want to be a brick. أي مشروع بي قابلية وبي بوتنشيالتي وطاقة كاملة يقول لك أنا أريد أصير بهالشكل. فلذلك هذا يختلف مع الستايل. الستايل هو اكو رولز للتبيعيها، ما عندنا هاي الرولز. صحيح. احنا نسال المشروع شو تريد تصير وهو يقول لك انا لازم. حلوه هذه. حلوه. دكتور، شلون تبدي يومك؟ هل انت انسان منظم، انسان عندك سكجول معين جدول تمشي به؟ انا مو منظم. انا بالعكس احب الكيوس، احب الخربطه. اوكي، هذا جزء من الابداع يمكن، من التفكير يعني المبدع. ما اهتم بيها، خليني اقول مو منظم بس ما اهتم بالتنظيم. هل من البدايه هذا الشيء ولا من الاول؟ وصلت من الاول. يعني من اقعد حتى من النوم ممكن اقعد بثمانيه، ممكن بسبعه، ممكن بالعشره، ممكن ما عندي وقت. اوكي. وقت ما اقعد اجي المكتب. حلو. وهي هي يعني اخذها كل شيء ببساطتها، وهي شخصيتي.